هو ابو عوج انا كما شفتي راه اليوم لعبنا كانت غيابات كثيره، خمسه ديال اللاعبين اللي غابوا على اللي هما رسمين واساسيين، دونك وقحمنا دي جون اللي هما مع خمسه ديال اللاعبين اخرين ديال لي جون، وهذا ربحنا الفريق وفي اتجاه اللي غادي به، والهدف اللي سطرناه مع المكسب راه حنا غادي في اتجاه الصحيح. هذا هو اللي كاين، حنا كنبنيو فريق ديال المستقبل، والبناء كيتطلب الصبر، ومن حق الجمهور ولكن العروض اللي كتقدم والفريق كيوصل للشبكه وكيخلق للاسف ما كنترجموش الوقت، خص هادو اللي جوور ماكدوت ديكسبيريونس، وان شاء الله الرحمن الرحيم غيقولوا الكلمه ديالهم، والنادي القنيطري لا خوف عليه في اطاره ولا في الظرفيه اللي كتمر بها النادي القنيطري. الحمد لله بالنسبه لهاد اخر مره لعبتي مع متصدر البطوله، دونك هذا شيء بالنسبه لنا اللي كنشتغلوا به كتقنيين وكهدف اللي مسطر، راه حنا مرتاحين للمردود، ولكن انتصار كنا كنطمحوا نحققوه، ولكن للاسف ما استطعناش، وهذا حال كره القدم.